سلام بنات. دنيا دي كده اهو. سلام بنات. جيت انا وانا هنا سنتر كوميرسيال نشوفوا شنو كاين في يعني في التخفيضات هذه وصافي. ودابا غادي ندخلوا لواحد المحل سميتو 50 فاكتوري اللي تخصني بدي واحد الحاجه وندخلوا ليه ونشوفوا شنو جابوا. تيجيبوا ماركات غالي يعني بحال ميلانو بحال كورتيفيال مع ثمنه جد مناسبه. غنسجل لكم داكشي اللي بالي يعني عجبني يقدر يعجبكم حتى نتوما وصافي. غنمشي قبل لحقاش كاينه موسيقى مهم. بنات دخلنا لهاد المحل هذا اللي قلت لكم راني وريتكم سميتو كيفاش دايره. كيجي اون فاس الاتش ام ديال وليدات الصغار. كنوريكم الصبيبطات اللي عجبوني. عجبني هذاك الكحل عجبني هذا صراحه في خاطري شي واحد يكون بهاد الباج هذا بهاد الستيل هذا ولكن ما لقيتوش. وهذا كانت فيه غير 37 فهادو كاع اللي عجبوني كانت فيهم غير 37 ما كانش النمره ديالي صراحه. بقى فيا الحل انهم يعني الكاليتي ديالهم زوينه وثمن جد جد مناسب. كانوا دايرين 9.99 صراحة أثمنة مناسبة. إلا كان درج لكم صغارين تقدروا تلقاو في هادو سيكي. كانوا طايات ولكن ما يعني ما كانش عندي بيهم غرض. مهم صراحة هاد الصبيبطات هادو اللي عندهم كاليتي مزيانة زعما في حاجة مزيانة تتصبر. كاين شي وحدين كيبانو بحال غير ملبوسين كيف ما كتشوفهم من التحت ولكن واحد يشوف شي حاجة اللي تكون باقا نقية. ما نعرفش حقاش الناس كيقيسوهم بزاف ولا ما نعرفش. يعني هاد السبرديلات هي كتبان كاليتي مزيانة هي صراحه اللون ما عرفتش جاني في شكل عجبتني كيفاش هي دايره وكيفاش مخدومه والستيل ديالها ولكن اللون جاني في شكل ما عرفتش علاش. وتا هي دايره 10 اورو وهنا السراول دايرين لهم 8 اورو. اللي كيعجبكم هذا الستيل في الصاله ديال كيجيو السراول هابطين يعني في صاله وحده. وكنوريكم هذا التريكو هذا ديال الخيط هو كيجي طويل وزوين صراحه زوين حتى هو يمكن لا كان داير 10 اورو. المهم وريتكم الاثمنه سي 10 اورو. وحتى هذه تايا جات بحال بديك التوب ديال الكاموسه دايره 18 اورو تايا تجي زوينه مع شي جيجينز بالكحل ولي بوط. وهاد الصايه هذه اللي خارجين دابا لامود داير لهم غير 8 اورو. وكاين هذه حتى هي كنشوف بزاف محجبات لابسينهم حتى هما يمكن ما عقلتش الثمن ما شفتوش. انا وريتكم فطورنا درنا توست مع مطيشه قهوه عصير خبي. عندما كنفطروا صحه وراحه لك توكات فطروا ولا كتاكلوا شي حاجه. هنا البنات الطريف ديال الطرطه ديال فريرو روشي نجربوها اول مره نجربوها. استبونا انا بنينه دي بنينه اسبونا بنينه بن ايه بنينه بنينه استا بنينه 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 البنات. احنا بنات يلا سالينا في الطول دابا غنمشيو نضربوا دوره في المحلات نشوفوا شنو كاين. البنات كاين هادو بالكحل وهاد اللون كامل كله ما هذا شفته ديالهم كي جديد ديال 6 اورو هاو ستيل ديالك جديد. هذا كل عند بير صراحه زوين ولكن ما لقيتش انا الطي ديالي. كاين ال ال اس ام حق الاكس ال ستي ديال المونطوط البنات هبطوا ليهم 10 اورو كانوا دايرين. فوالا شفتوا هذا ستيل كاين كاع في الالوان. بعد دابا دخلنا اتش ام دخلت عندهم هذوك شويه تبعكم شحال هذاك اللي عجبوني دار لهم دابا 19 اورو. الخير سيسه البنات اللي عندهم باتش ام تقريبا كلهم كلهم هادشي كلشي داروا لي 10 اورو. خلاص كاع سوري ما البنات انا يلا خرجت مع اتش ام ما عطانيش الوقت نسجل لكم بزاف لحقاش ما عندناش الوقت بزاف. ودابا غندخلوا دابا غادي فاريوس نقدر دير لهم 16 اورو. المهم ما طوالينش بزاف. كما كتعرفوا كيعجبوني السيكانو بزاف ديال سترادي فاريوس. هذا سجلت لكم واحد الشويه من الفوق باش تشوفوا شنو كاين ودير لهم 13 اورو هادو كاع اللي كنوريكم. المهم درت لكم واحد جوله خفيفه ظريفه في كل محل اللي كيعجبوني وصافي. البنات حنا سالينا شوبينغ ديالنا درنا صراحه داكشي خفيف ظريف دغيا دغيا وصافي. انا تقديت شي حاجات كما كتشوفوا ان شاء الله ندير نوريكم الا بغيتو ما بغيتوش ما نوريكم الا بغيتو نتوما تحكموا. كنت باغا ناخذ لدانيا التاكيطه من زارا بحق ما عطانيش الوقت وما لقيتش الطي ديالها. غنمشي نشوف دابا عاد تيمي دغيا دغيا سينو حتى ناخذها من زارا اونلاين وصافي. كوم بريمار سي سي بورينا كوم بريمار كاناريا ما دينيرو لا
اجي نشري الوال نشري جاكم زوين. نبدا باش الميركادونا تقدرش تخربق خاصني من نوري لكم كنت نشوف البنات الفيتامين سي دير لي هنا جوج اورو ما عرفتش زوين ولا لا صراحه ما زعمتش ناخذها. نتوما عمركم جربتوا قولوا عليا انا ما ناخذوش دابا حتى نشوف ما عرفتش صراحه شنو دار لي جابو هذا كيف زوين راه كيما نهزيش لا درت غنهز شي حاجه ممكن انا زدت صباغ قلت لكم واخا قلت لكم ما نهزش عجبتني انا نوريكم كيفاش كيجي الطفار تما شدوا الواع ماشي يجي الطفار بحال هكا المهم زوين 20 اورو 85 صافي بنادم انا غادي للدار عرفتي اليوم درت الماراثون عييت بزاف والله ما شحال هذه ما خرجت زعما نخدم بزاف بحال هكا ايوا صافي مشيت في الصباح للكوريوس ما قلتهاش لكم صيفط الزيوفه البارح بلي بقيت خدامه حتى شحال ديال الوقت تعطلت وكنت سهرانه تنهضر مع البنات اللي كيصيفطوا لي على حسب الزيوفه شحال من بنت ما كتكونش مساليه كتكون خدامه يلاه كتقدر تكونتاكت معايا بالليل وكنعطيهم الانفورماسيون المهم انا كنت معطله وفقت بكري المهم عييت باقي دابا غنمشي غنسجل لكم فيديو ديال شين لهذا غير خصني ندوز نهز الغدا لانه ما عنديش الوقت باش نمشي نطيب الغدا غنمشي ناخذ شي حاجه واجده باش نقدر نخدم سينو ما نقدرش ندير الفيديو ديال شين نمشي نطيب وخص ضروري نديرو لكم حقاش تعطلت يعني دوك الحوايج اللي غنقدر نوريكم يكونوا ما يكونوش في ستوك وما كنبغيش هكاك صراحه كنبغي نوريكم كلشي يكون باقي في ستوك لهذا خصني ضروري ندير لكم هذا الفيديو. المهم بين طاحت لي واحد الورده كاع ما شفتها مشكله درت داكشي درت جوج حمرين يمكن بلا واحد المهم صاوبت واحد الكومبيناسيون زوينه وطاحت لي وحده على يد مصرح ما رديتش البال ما هزت تقول جاب الله جاب الله عطات انا قلت لها دير لي الحوايج للدار كون كانوا حتى الحوايج عندي دابا مشكله دابا انا هزات شي الكارطابل كون ديت حتى داك البورصات اللي خديت من اثيوبيا كون فضيحه جاب الله جاب الله طاحت لي الفكره قلت لها كيدي هادو للدار عافاك حيديهم عليا والله ودابا انا غادي للدار. المهم بنات انا يعني وصلت للدار باقي ما تغديتش جبت هاد الوريده تاع شي طاحت لي وحده طاحت قلتها لكم وهذه طاروا ليها الورد ولكن نورمال حقاش جايه ويدي عامري نورمال خص الورد تشريو وتجيبيه للدار ديريكت ما يبقاش مابقاش زعما هزاه. المهم قلت غادي ندير هنايا نيت نبدل لكم شويه الجو صراحه وحشني نشري الورد والله ديما كنبغي نشري وما كنشريهش وقلت غندير هنايا وغادي نسجل لكم فيديو ديال شين هما الحوايج حاطاهم هنايا كما قلت لكم بغيت نسجل لكم قبل ما زعما ما يحيدوا هاد الحوايج من السطوك لحقاش عارفه شحال من حاجه كتكونوا مهتمين بها بحال مثلا التريكو لابس انا دابا سخيخ لبستو اليوم والله لا سخون وزوين وطويل لهذا كنبغي نحطهم لكم لحقاش كما قلت نحطو لكم باش تستغلوا الفرصه لحقاش شين شحال مره كتدخلوا كتلقاو شي حاجه ما كاينش في السطوك بحال مثلا واحد الصاك قهوي كتحطو لكم يعني انا حطيته في الوقت ولكن ملي بديتو كتدخلوا يمكن خداو بعض البنات وداك الشيء صافي ما بقاش في السطوك لهذا كنبغي ديما ملي كيصيفطوا لي حاجه كنبغي ندير لكم فيديو دغيا 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 خصوصا شي لان كتعجبكم واش بغيت نقول لكم صافي دابا غندير هذا الورد هذا بلاصتو بالنسبه لبنات الورد ديما ديروا ليه الماء ديال الشريف احسن لحقاش الاخر ما كيجيش معاهم من الاحسن الماء ديال الشريف صافي بناتي يلاه ساليت لكم الفيديو سجلته لكم كملته دابا باقي خاصها تجي داني من المدرسه باش نقيس لهذه القميجه لحقاش كما قلت لكم هذا الفيديو هذا يلا وصلتني لا كوموند شي 5 ايام هذه يعني ولكن ما سجلت والو لحقاش ما قديتش كنت مريضه وداك الشيء لهذا داني عقيس تا لا ما سجلتهاش دابا خاصها تجي باش نقيس انا ويا هذيك الكسوه اللي خدينا بحال المهم تكونوا راكم شفتوا الفيديو
تسنى حتى تجي والغدا ما تغديتش، قلت خصني دابا نسجل لكم فيديو لحقاش انا فاش كنتغدى الصراحه كندوخ ما عرفتش حتى نتوما كندوخ وكنبغي نتكى شويه التكيت صافي غنعكز انا عارفه راسي غنحيد الزيف غنلبس بيجاما غادي نعكز وما نقدرش ندير لكم فيديو يعني هذاك تخليني ما نتغداش حتى نكمل لهم الفيديو باش نحط لهم هاد الليله خصني نحط لكم ضروري ضروري لحقاش ما بغيتش ما بغيتكمش تدخلوا ما تلقاو شي حاجه ما كاينش في الستوك وصافي هادشي اللي كاين ما شنو كنت قبلت ندير الفيديو وتفكرت قلت نقولها لكم ونسيت لا ما عرفتش المهم كنت تفكرش حاجه نقولها لكم دابا نمشي نوري نمشي نتغدى ونوريكم شنو خديت من ميركادو انا ما خديتش الصراحه بزاف ديال الحاجات خديت ديك الصباغه اللي وريتكم وخديت الكبسوله ديال القهوه لحقاش قالت لي واحد البنت راه كاين الكبسولات في ميركادو رخاصين ديال القهوه منين هضرت لكم على الماكينه ديال القهوه اللي خديت يعني قلت لكم كبسولات غاليين قالت لي بانه راه كاينين الكبسولات بحال الشكل ديال دولشي غوستو ولكن رخاصين هما ملي مشيت لقيت ماركاني ديال ميركادونا مخرجاهم الحق ما عندهمش بزاف ديال ما عندهمش بزاف ديال النوع لا في دولشي غوستو لا في ميركادونا وصافي خديت شي وحدين انا نوريكم شنو هما المذاقات اللي خديت ولا شنو هما القهوات اللي خديت وصافي يلا انا نهبط دابا نوريكم اكيد باقا واحد الروينه هادشي كلشي كتشوفوا هنايا في العرض في كلشي من بلاستيكات الروينه لحقاش كنت كنفتحو كنوريكم خصني نجمعها بالحق باش نتغداو الاول بالنسبه لبنات الكبسولات خديت هذا اكسترا فورتي الراجل لحقاش هو كيعجبو القهوه بحال هكا قاصحه خديت هادو نيت من عند دولسي غوستو اسبريسو انتنسو واش ديك ساعه قارن بيناتهم اللي تعجبو كثر بقا ياخذو اوف كورس خديت انا كابوتشينو بالحق كنت باغا ناخذ حتى فرابوتشينو بالحق ما لقيتهمش عندهم ما كاينش ما جايبينوش حتى نشوف فين نلقاه لهذا خديت كابوتشينو كما كتعرفوا حنا من عشاق الكابوتشينو وبغيت نجربو دابا في هاد يعني بهاد فهاد الكبسولات ما عمري جربته ديك الساعه نجرب ان شاء الله هذا بعدا ديال القهوه والحليب اللي كنت خديت ديك عندنا ديك المره اللي وريتكم خديتو نيت مع الكادو هو هذا كافي اون لايت هذا زوين يعني كيجي قهوه حليب ولكن قهوه حليب زوينه صراحه لذيذه ودابا باقا نجرب انا هذا وهذوك الاخرين ما حاولش نجربهم لحقاش ما عنديش مع القهوه قاصحه يلا نجرب كابوتشينو ان شاء الله ونرد عليكم نقول لكم واش عجبني ولا لا المهم بنات انا يلا سالت الغداء ديالي تغديت جبت معايا حتى كوكاكولا بحق ما شربتهاش شربت غير الماء هو حتى تاع الماء شربته صافي وصافي وهذه الصباغه اللي خديت ما وريتهاش لكم راكم شفتوها كيفاش ما واضحاش لحقاش الناس ما مش علاش الضو مخليه غير الضو ديال الله سبحانه وتعالى الشميته داخله وصافي ايوا كما قلت لكم انا خدامه دابا الدنيا شوف كنجاوب على البنات لحقاش قبيله الصباح ولقيت بزاف ديال الميساجات وما قديتش نجاوب لانك تخرج راكم شفتو وما قديتش نجاوب كلشي دابا خصني نجاوب البنات اللي داروا ليا ملي دخلوا ليا الفلوس باش نصاوب ليهم ان شاء الله هاد خصني نجاوب دابا الناس كاملين والناس اللي بغاو نوجد ليهم المهم يعني صراحه خدمه بزاف والله بحق نجاوب انتما كما كتشوفوا هادو اللي ما مجاوب يعني هادو الجدادين يعني جاوبت شي وحدين في الصباح خصني هادشي كلشي نجاوب عليه ونشوف واش كاين شي كوموند خصني نوجدها واش صراحه اليوم كنحس بالعيا مع كما قلت لكم هاد اليومات كلها دوزتها في الدار والمرض وهذا ما تمشيتش بزاف وهاد المره تمشيت بزاف ايوا دابا صافي غنوض غادي نجاوب كما قلت لكم على بعض البنات نشوف صافي نهضروا داكشي ومن بعد ديك الساعه حتى العشيه ونكمل الخدمه ديالي ديك الساعه حقاش كما قلت لكم بصراحه عييت حتى العشيه ان شاء الله نكمل دابا البنات نخليكم باش نجاوب ويمكن يمكن غادي ندير واحد ميني سياستا اي واحد شويه نتكا دنيا نوضي مهم بنت دنيا نوضتني وهي بدا بغاش بغاش بغات تنعس يلا شوفوا الحماق صافي يا دوري كان واحد بعادي وصافي صراحه الماكينه زوينه لا خيتها وقت تحضي خلي صافي تبقى شي هبط هذاك هذا اللوزاقي بدا كيبان بحال الماء تحبسي شي بحال كي لا اوتوماتيك اصلا يحبسوا راسهم دابا خصني نحبس شوف هذا كيبان تقريبا الماء صافي ديال قهوه حليب ديال دولسي غوستو كي جاتكم هذا ريحه هادشي شربتها البارح صراحه عجبتني يلا نمشي لبنات الخدم ونشرب قهوتي
المهم صحباتي عزاز من بعد ما داز نهار طويل طويل عندي بزاف بزاف، جيت دابا باش ندوش لدانيا باش ترتاح. كما كتشوفوا ديما كتسولوني على المنتجات اللي كنستعمل دانيا، يعني ديما كنشاركهم معكم، راكم وريتكم اخر يعني منتجات اللي كنت استعملت ليها مؤخرا. هادو دابا هما اللي بديت كنستعملها حاليا، اللي توصلت بهم عند مير ريبوتيكا اللي هي واحد لامارك صبليونيه، ولكن كيصيفطوا بزاف دابا ديال الدول. لهذا انا نخلي لكم ليان ديال هاد جوج منتجات هادو ونهضر لكم عليهم دابا شويه. المهم هذا البنات هو جيل دوش اللي نستعملها دابا في الدوش. هاد جيل دوش يعني ما فيه لا بارابين لا سولفاتوس لا حتى شي حاجه، ودانيا كما كتشوفوا فرحانه بحال ديما، كيعجبها دير الفعاير في الدوش، كتحماق على شي حاجه سميتها الدوش دانيا كيف كتشوفوا فرحانه. وعجبوها حتى هاد الديطاي اللي جاها من عند ريبوتيكا، حقاش جا كما كتشوفوا فيهم اللوينات زويونين ديال الوليدات الصغار. المهم خرجت لكم على الموضوع، كيف قلت لكم جيل دوش البنات مغذي. دانيا اصلا عندها واحد المشكل، لانه عندها الجلده ديالها ولا البشره ديالها ناشفه، لهذا ما كيستحلاش اي جيل دوش. وهذا صراحه جوج مرات غسلت ليها به زوين، والكريم اللي كتشوفوا دابا كتستعملها حتى هي كنديرها لها في الصباح وبالليل من نهار توصلت بها، وصراحه عجبتني بزاف بزاف، كتخلي ليها البشره متغذيه خصوصا بهذا البرد هذا، راكم عارفين في الصباح كنديو من المدرسه. المهم عجبتني بزاف بزاف، وغنخلي لكم اللين ديالهم في لاباغ دانفو. كما قلت لكم هذه واحد لامارك اللي هي كيستعملوا مواد طبيعيه، ما تخافوا والو، يعني لوليداتكم هادشي كلشي ما فيه لا سولفات ولا بارابين لا والو، فيه الفيتامين او، فيه اسيتي ديال كاليندولا، فيه بزاف يعني ديال الحاجات يعني اللي هما طبيعيين، لهذا ما تخافوا من حتى شي حاجه على وليداتكم. وانا صراحه بنتي كنبغي نستعمل منتجات اللي يكونوا من الاحسن الاحسن، لا كان طبيعيه ولا شي حاجه اللي تكون زعما طيقه وما فيهاش هادشي ديال السولفات والبارابين. وصافي البنات هذا هو الدوش ديال دانيا. أنا لا إله لا إله 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 إلا الله. وأشهد أشهد أن محمدا رسول رسول الله الله. استغفر الله استغفر الله. يا تصبحي على خير يا بنتي، صحيح تصبحي على خير.